والله لا قول الصدق واعلن ولا هاب غير الصحيح الصح والله ما قوله والشعر من قوة الدعفع والأسباب والمدح فطيب الدرهم ذلوله شعرينا حاوي في عريبين الأنساب وخصر على المرجلة والرجولة والله لنقول اسمه ولا عنيب كذاب والكذب ما هو للرجال بزمولة هذا أحمد الهيلوم حي ذاك الأشناب النادر اللي فر يجيله لا راعى الدلال الصفر وصحون الأشباب ما قلت غير واجد اللي يقوله قولات نعم تهدى الفكاك الأنشاب والنعم كايد ما يجيب السهولة أبوه شيخ حاسب حساب الإنجاب يبغى عيال تقتدي في فعوله تعب من أجل أمه رياجيل وركاب وساق الوجيه وجاب بنت الحمولة تعب من أجل أمه رياجيل وركاب ساق الوجيه وجاب بنت الزحولة جت له بحر للفناجيل شراب حقق حلم الشايب اللي يعوله يدرى بمحضاره ويفقد اليغاب أحمد عمى عين الحريب وكحوله من غير طيبه وارث طيب شياب يالله لا تقطع ظناهم حموله متوارثين الطيب مما ظل أحقاب تاريخهم يتبع جديده شموله سلايل اللي يوم الأسماء والألقاب التايه الفجع السناد الزعولة لطاحت الماجوب مرخصة الأرقاب لا راحت البنت الحشيم مهبولة يوم بها الخفرات يرمن الأسلاب من هولها الممرور يفقد ذهوله عديت فليل النواميس كالساب مكارم عنها الرخوم مخذولة وللطيب حراب وللضد حراب وندفع على فرق الرخوم السيولة واختام ما قلته بعد فحص وعراب سلامة تكسيها عرضه وطوله واختام ما قلته بعد فحص وعراب سلامة تكسيها عرضه وطوله أحمد العلوم رقم صعب ما كل يجده يرفض القسمة على غيره ويعشم له وقامه السجل افعال بالنماس ما ينقص يزيده يا رحمن يا كاذل عبيده ما خسر من يذكر اسمك وابتداك والعبارة قاعدة فكي بدت توجيه تحرير القصيدة لين أخذ في الكان أكسي بحث جاري واستدارة لبجدية الحروف نجوم لمعتها فريدة والجدي شرع له أجس الشعر كل أبواب دارة أحمد الهلوم رقم صعب ما كل يجيده على خيره ويحشم له وقاره السجل افعال بانه ما سما ينقص يزيده السجايا نادر عيال قلبها عز وصداره يحتزم في
سيد الموقف ومن يبغى عميده لا قست سود الليالي وجهد السري مسار والله ان القلب بفرحة عضيد مع عضيده لو تعودنا على صكات بقع المستعار احمد الهيلوم رقم صعب ما كل يجيده يرفض القسمة على غيره ويحشم له وقاره احمد الهيلوم رقم صعب ما كل يجيده يرفض القسمة على غيره ويحشم له وقاره السجل افعال بانه ما سما ينقص يزيده للسجايا نادر يا قابها عز وصداره السجل افعال بالناموس ما ينقص يزيده للسجايا نادره يرقبها عز وصداره له مواقف ساميه تاريخها الحفل يعيده تفتخر فيها القبيله كثر معلن الافتخاره طول الله عمره عود مبتله بدرب سيده اشهد ان الله عطى مستوره واحسن باختياره احمد الهيلوم رقم صعب ما كل يجيده يرفض القسمة على خيره ويحشم له وقاره السجل افعاله بانه ما سما ينقص يزيده للسجايا نادر يا قابها عز وصداره جابت ام الصيرة مين حرة والجزلة تصيده لين صار احمد لها النشان يطرح كل شارة كل يوم يزيد في بنوك الكرامة مر صيده يا عسى يفداها من تكسر يمين عن يسار جالس بقدامي على رقب المكايد والمكيدة واعتلى رجم المراجل بيض راية الشعارة احمد الهيلوم رقم صعب ما كل الأوله من الناس سلام يقضي الشان ويسده على سلومه للوفا والطيب وسلوم المودة جينا نلبي دعوة الداعين واللازم نسده جينا نلبي دعوة الداعين واللازم نسده لا دسنان لابت وقت المواقف ما نغيب والثانية مبروك حفل أحمد وربعه ذخر جده والثانية مبروك حفل أحمد وذخر جده ألا بها اللي طيبها لطيب وأصحابه تمده ألا بها طيبها لطيب وأصحابه تمده روس المفارج الرجال أهل المواقف ولا شدة روس المفارج أهل الرجال أهل ولا شدة علم الوفا بين الرجال أهل الوفا ما هو غريب علم الوفا والثانية مبروك حفل أحمد وربعه ذخر جده والثانية مبروك حفل أحمد وربعه ذخر جده ألا بها اللي طيبها لطيب وأصحابه تمده ألا بها اللي طيبها لطيب تمده روس المفارج الرجال أهل المواقف ولا شدة روس المفارج أهل المواقف ولا شدة وعلم الوفا بين الرجال أهل الوفا ما هو غريب الأوله من الناس سلام يقضي الشان ويسده الأوله من الناس سلام يقضي الشان ويسده على سلوم أهل الوفا والطيب وسلوم المودة على سلوم أهل الوفا
جينا نلبي دعوة الداعين واللازم نسده جينا نلبي دعوة الداعين واللازم نسده لا دسنان لابت وقت المواقف ما نغيب لا دسنان لابت وقت المواقف ما نغيب والثانية مبروك حفل أحمد وربعه ذخر جده والثانية مبروك حفل أحمد وربعه ذخر جده ألا به اللي طيبه لطيب وأصحابه تمده ألا به اللي طيبه وأصحابه تمده روس المفارج الرجال أهل المواقف ولا شدة وعلم الوفا بين الرجال أهل الوفا ما هو غريب علم الوفا بين الرجال ما هو غريب الأولى من ناس على من يقضي الشان ويسده على سلوم أهل الوفا والطيب وسلوم المودة على سلوم أهل المودة جينا نلبي دعوة الداعين واللازم نسده جينا نلبي دعوة الداعين واللازم نسده لدى السنان لابت وقت المواقف ما نغيب لدى السنان لابت وقت المواقف ما نغيب الأولى يا مرحبا يا خامس ما عنك صدى الأولى يا مرحبا يا خامس ما عنك صدى جيت على سبل الوفا والطيب وسلوم المودة جيت على سبل الوفا والطيب وسلوم المودة جيت على سلم الوفا والطيب وسلوم المودة جيت على سلم الوفا والطيب وسلوم المودة وانتم وحنا قوة للحرب دايم مستعدة 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 حي الله لدى السنان ربعي السيف العطيب 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 حضرتوا حياكم الله يا مرحبا تفضلوا تفضلوا حياكم الله الله يحييكم بلد السناني يا مرحبا ترحب المطر لا حدوثا ولا نسبة ولا فايتا ولا مريض الزراعي كما ما عندكم يا قبائل ماشي زود هذه علم القبائل مع علوم الديار كل شيء بالقرار الجمال الله كفاها في الأولاد الحرام لا تباع ولا تشام ريحوها بالمواتر وحكم الفيصلي مثل نار تصلي ولا وجانا عزيمة وسلام وعلم طيب ومباركة ومشاركة مع الهيلوم وصاحب وصديق عندنا هنا يا هدية رمزية سيف والفين ريال إن كانت قلت والفين وخمسمية إن كانت قلت اعذرونا وإن كانت كثرت تستاهلون على ما ترون وبقاكم الله يحييكم حية المطر ويا مرحبا بكم وبيض الله وجيهكم حياكم الله تفضلوا الله يحييكم تفضلوا تفضلوا الله
الله يطول عمرك. والله يطول عمرك يا الشيخ ويطول عمرك وهن يا 2500 واعذرنا. الله يعافيك. واعذرونا. والله يحييكم ويسلمكم. سلمكم الله اغلاكم. حياكم الله. والله يحييكم. والله يسلمكم. سلام يا شيخ ما علي مثابت في مقرة أحمد ولد مسور راع طيب أهل الله درة مبروك يا الهيلوم جعل أيام كبرة حوم سرة جنان بارك باسم الادم قاط وعتيبة عموم عتيبة الهلالة تاريخ ما واحد يغره لو يختلف هذا الزمان ويختلط خيره وشره وجدادنا لمجادنا ما نقصوا مثقال ذرة كل القبائل والنعم حسب السواير والسلوم سلام يا شيخ ما علي مثابت في مقرة أحمد ولد مستور راع طيب أهل الله درة مبروك يا الهيلوم جعل أيام كفرة حوم سرة جنان بارك باسم الادم قاط وعتيبة عموم عتيبة الهلالة تاريخ واحد يفره لو يختلف هذا الزمان ويختلط خيره وشره واجدادنا لمجادنا ما نقصوا مثقال ذرة كل القبائل والنعم حسب السواير والسلوم سلام يا شيخ مع الايام ثابت في مقرة احمد ولد مستور راع طيب اهل الله درة مبروك يا الهيلوم جعل ايام كفرة حوم سرة جنان بارك اسم الادم قاط وعتيبة عموم عتيبة الهلالة تاريخ ما واحد يغره لو يختلف هذا الزمان ويختلط خيره وشره وجدادنا لمجادنا ما نقصوا مثقال ذرة كل القبائل والنعم حسب السواير والسلوم يا مرحبا عددنا ونساقي والحياة تجر في محفل الشيخ الكريم اللي ملاقكم يسر الله يبارك فيك والعقبى لكم في كل مرة حي الله لدى المقاطع في مواقف اللزوم حي الله لدى المقاطع مواقف اللزوم عتيبة الهيلة ترى تاريخهم للعين قرة والله والله ما نترك والله ما نترك للعدا في ساحة الميدان جرة نمشي بسلم جدودنا واللي يعادينا نضر والنعم في كل القبائل كل وقت وكل يوم والنعم في كل القبائل كل وقت وكل يوم تفضلوا الله يحييكم الله يحييكم بلاد المقاطع تفضلوا يا مرحبا الله يا مرحبا تفضلوا حياكم الله عدد من هلل ومن كبر وللخلاق طاعي سلام وفي رجال معرفتهم ما تباعي ما نقصر الخطوة لي جانا من الهيلوم داعي يبشر بعز فاللي وازم كل من يدعيه ذيل إنه ذيل وعسكر البارود ما فيها نزاعي تاريخنا يشهد لنا بالعرف ولا بالذراعي وانتم من الهيلة عتبة نعم يا لدى النفاعي
ما نبقى صحق الرجال الوافي مثقال الكيل. الشيخ بورا كان كفو من حميدنا المساعي، ذكره بفعل الخير والاصلاح بين الناس شاعي. والله تعالى في كتاب حثنا للاجتماعي، وانتم وحنا في طريق الخير نمشي دون ميل. عدد من هلل ومن كبر ولا الخلاق طاعي، سلام وافي يا رجال معرفتهم ما تباعي. ما نقصر الخطوه لي جانا من الهيل ومداعي، يبشر بعز فاللوازم كل من يدعيه ذيل. إنا ذيل وعسكر البارود ما فيها نزاعي، تاريخنا يشهد لنا بالعرف ولا بالدراعي. وانتم من الهيلة عتيبة نعم يا لدى النفاعي، فصحقوا الرجال الوافية مثقال كيل. الشيخ بورا كان كفو من حميدنا المساعي، ذكر بفعل الخير والإصلاح بين الناس شاعي. والله تعالى في كتاب حثنا للاجتماعي، وانتم وحنا في طريق الخير نمشي دون ميل. عدد من هلل ومن كبر ولا الخلاق طاعي، سلام وافي يا رجال معرفتهم ما تباعي. ما نقصر الخطوه لي جانا من الهيل ومداعي، يبشر بعز فاللوازم كل من يدعيه ذيل. حنا ذيل وعسكر البارود ما فيها نزاعي، تاريخنا يشهد لنا بالعرف ولا بالذراعي. وانتم من الليلة عتيبة نعم يا لدى النفاعي، ما نبقى صحق الرجال الوافية مثقال كيل. الشيخ بورا كان كفو من حميدنا المساعي، ذكر بفعل الخير والاصلاح بين الناس شاعي. والله تعالى في كتاب حثنا للاجتماعي، وانتم وحنا في طريق الخير نمشي دون ميل. اسمع الرد، اسمع الرد. عدد من يمشي على درب الوفا والفكر واعي، يا مرحبا عدد ما يكتب وفا الموجه يذاعي. الله يحييكم على التكميل والخطر وساعي، حنا عتيبة من يواصلنا نرد لها الجميل. حنا عتيبة من يواصلنا نرد لها الجميل. يا كثر غيرك عسكر البارود في وقت الصراعي، كل القبائل مجدهم معروف ما فوق قناعي. حنا عتيبه نلطم العايل ومشبعة السباعي، نقلط على القلات لا منه برد عزم الذليل. والشيخ بورا كان قرمول الوفا والحفل راعي، صحيح فيما قلت راع الطيب ما طيب الصناعي. الله تعالى وصل عرب الصدق وخير الطباعي، وانتم وحنا في طريق الخير ما نغوى الدليل. وانتم وحنا في طريق الخير ما نغوى الدليل.
والشيخ بوره كان قرمول الوفا والحفل راعي صحيح فيما قلت راع الطيب ما طيب الصناعي والله تعالى وصل عرب الصدق واخر الطباعي وانتم وحنا في طريق الخير ما نغوى الدليل تفضل الله يحييكم الله يحييكم يا مرحبا ترحيب المطر تفضل تفضل وحياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من سبحت له الأطيار والحمد لمن حمدت فضله الخلق ليل نهار والصلاة والسلام على سيد الأخيار ومؤاخي المهاجرين والأنصار ومن نزل عليه القرآن محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما دام ليل ونهار وسلم تسليما كثيرا سلام من الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا المساء السعيد من ليلة الأحد الجميل الموافق 24 من شهر ربيع الأول من عام 35 بعد 400 اجتمعنا نحن وإياكم في حفل زواج الشيخ أحمد بن مستور بن سليم الهيلوم العتيبي والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ضيوفنا الكرام حي الله هذه الوجوه رؤيتها تزيد الأفراح ونسماتها تداوي الجراح وعبيرها فواح تنثره الرياح على القمم في الليل في الصباح ما ضربتم بقداح حين شمرتم للفلاح جعلنا الله وإياكم من المفلحين السعداء يوم يخسر المبطلون الأشقياء أحبابنا الكرام ما جيت أكرر في التهاني ولا زيد أو جيت أعيد أفكار غيري إعادة لا شك جيت أطرح تواصل وتجديد من خاف قل لي ما تغير ودادة غلاكم أعذب من مياه المواريد ومحبتكم في القلب سكر زيادة ضيوفنا الكرام القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وضياء أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا نستمع حضورنا الكريم إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم يلقيها على مسامعكم الشيخ أحمد الزيلعي فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها حفلنا الكريم بالود نقول أهلا للعطاء وبالصفاء نقول سهلاً للمحبة وبمعنى الإخاء نقول أهلاً وسهلاً سعادة وعطاء وجمالاً
نترككم الآن مع كلمة ترحيبية بهذه المناسبة من الأستاذ سلوم ابن مستور الهيلوم العتيبي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، مشائخ وأعيان القبائل، ضيوفنا الأفاضل، أيها الحفل الكريم، حياكم الله، ونرحب بكم أجمل ترحيب بقلوبٍ ملؤها المحبة وأفئدةٍ تنبض بالمودة وكلماتٍ تبحث عن روح الأخوة. نقول لكم أهلاً وسهلاً بكم بقلوبنا قبل حروفنا، ويسعدني أن أزف أسمى آيات التهاني والتبريكات لأخي الشيخ أحمد بن مستور الهيلوم بمناسبة زواجه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويكتب له السعادة. كما يسرني أن أهنئه بتقدير الرجال الذين حضروا من أجله وتكريماً له، وهنيئاً لنا بتشريفهم حفلنا هذا، ونحن جميعاً أبناء ورجال لهذا الوطن المعطاء بقيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن عبد العزيز، وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملك الأمير مقرن بن عبد العزيز حفظهم الله جميعاً. وفي الختام أكرر الترحيب بجميع من حضر كبيراً وصغيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأعزاء، رويداً يا قلمي فأنت رسول قلب، سفير عالم متكامل من الأحاسيس، أنت جسر يصل بين قلبي وبين قلوب أخرى قد عمتها الفرحة وشملتها السعادة وأصابها الفخر حين نستمع إلى كلمات ندية وأطروحة شجية تسقي جذورها بالعلم الوافر والطرح المفيد، تزداد في عبق التاريخ عمقاً وفي سماء المجد سمواً. ومع كلمة توجيهية للشيخ بجاد البقيمي، فليتفضل. بادئ ذي بدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانياً، نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. ثالثاً، أهني الجميع وأبارك للعروسين كما أُثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور، اللهم بارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ثالثاً، موعظة موجزة مختصرة، نسأل الله العلي العظيم أن يفتح علي وعليكم بمعرفتها وقبولها والعمل بها. أيها الإخوة، نحن بشر كثيرين الخطأ، كثيرون الخطأ، ولكن فضل الله ورحمته واسعة. إن الشخص الذي يريد أن يمسح ذنوبه ويزيلها قد تفضل الله بها علينا عز وجل. هناك أمور مهما كثرت الخطايا والمعاصي فإن رحمة الله واسعة. إذا استعملت يا ابن آدم مساحة الخطايا مزيلة المعاصي مهما كبرت مهما عظمت، فمن هذه الأمور أول مساحة للخطايا يا إخواني والله وأكبر مساحة هي التوبة الصادقة المكتملة بشروطها. التوبة تجب ما قبلها، لا يبقى شيء من الذنوب، حتى الشرك والمعاصي والكبائر كل الذنوب تروح بالتوبة الصادقة المكتملة للشروط. نوجز بعض شروطها: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، ثانياً الندم على ما حصل من التفريط، ثالثاً العزيمة وقوة الإرادة بتنفيذ هذه التوبة
والعمل بها. رابعاً، البعد عن مكان المعصية أو شلة المعصية اللي كان يمارس الإنسان معهم، يبتعد عنهم. رابعاً، الإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل والأعمال الصالحة، والمحافظة على الصلوات جماعةً في أوقات، لأن بين الصلاة إلى الصلاة تزيل الخطايا، الصوم إلى الصوم يزيل المعاصي، الحج إلى الحج تزيل الخطايا. كل هذه العبادات إذا تكررت تزيل ما بينهما إذا اجتمع، إذا اجتنبت الكبائر. الشرط الخامس وهو من أصعبها، الشرط الخامس إرجاع الحقوق لأهلها، لأن الحقوق قسمان: حق لله سبحانه وتعالى وحق للبشر. فحق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، مبني على العفو، لأنه سبحانه وتعالى هو الغفور، وأنه هو الغني ليس محتاج، كل المخلوقات محتاجة إلى الله. أما الله سبحانه وتعالى فهو غير محتاج، هو الغني. أما الحق الثاني فهو حقوق البشر، وهي ليست مبنية على المسامحة والعفو، لا، لأن البشر في أمس الحاجة لتكفير خطاياهم واكتساب حسنات، البشر محتاجين، فلا يمكن في الغالب أن يتنازل أو يسامح إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فحق البشر مبني على المشاحة، على الأخذ والرد، يأخذ من حسناتك وينزل من سيئاته، إذا اكتملت الحسنات لم توفي فيأخذ من حسناتك. فهذه الأمور لابد أن يراعيها الإنسان المسلم العاقل، ونحن والله غير معصومين. فيا إخواني، أدعو نفسي وإياكم إلى امتثال هذه الأمور وتطبيقها في حياتنا العملية. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتجاوز عني وعنكم، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المقبول. وكما قال الله سبحانه وتعالى: باب التوبة مفتوح. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا إخواني، لا بد أن نمتثل آيات الله، نتدبرها ونمتثلها، ولا نيأس من رحمة الله. هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير. ضيوفنا الأكارم، سنسافر كالسندباد عبر الفصول على ضوء القمر، نصدح بأجمل القصائد وأعذب الأصوات من شعرائنا الكرام الموشحة بالحب والإخاء، الممزوجة بصفاء الجو وبهجة المكان في هذا العرس الجميل، من الشاعر مثيب بن مفلح القثامي الملقب بالنحاوي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحرم هالوجيه على النار ويجمع بكم في مقر رحمته. أول ما بنقول بيتين مقدمة ترحيبا بهالوجيه، واللي بعدها المشاركة: رحبوا يا عتابه ورحبوا يا قبائل، كل يمنى كرامتها على سبالها، وكل رجل مع الداعي يشد الرحايل، مرحبا فيه والدنيا هذا حالها، في مقام الرجال اللي تشيل الثقايل، من كرمها يمانيها فنا مالها. وسلامة الجميع. وأما المشاركة، والله لأقول الصدق وأعلن، ولا هاب غير الصحيح الصح والله ما أقوله، والشعر من قوة الدوافع والأسباب، والمدح للطيب الدرهم ذلوله، وشعري نحاوي في عريبين الأنساب، ويخص رعى المرجله والرجوله، والله لقول اسمه ولني بكذاب، والكذب ما هو للرجال بزموله،
هذا أحمد الهيلوم حي هاك الأشناب النادر اللي فري أجيل هولة رعد دلال الغر وصحون الأشباب وما قلت غيري واجد اللي يقوله ذكره مع أهل الطيب والذكر جذاب مثل السناف اللي زماع نعبوله رجل كريم ويصلح أجناب وأجناب وهذه رجولة من كبار الرجولة ويستهلن أنعام فكاك الأنشاب والنعم تايد ما يجي بس سهولة وأبوه شيخ حاسب حساب الأنجاب ويبغى عيال تقلده في فعوله وتعب من أجل أمه رجال وتعب من أجل أمه رياجيل وركاب وساق الوجيه وجاب بنت السحولة وجت له بحر للفناجيل شراب وحقق حلام الشايب اللي يعوله ويدرم محضاره ويفقد اليغاب أحمد عمى عين الحريب وكحوله ومن غير طيبه وارث طيب شياب يالله لا تقضى ظناهم حموله متوارثين الطيب من ماضى الأحقاب وتاريخ خنت بجديده سموله سلايل اليوم الأسماء والأنقاب اتجه الفجح السنات الزعوله ونطحت الماجوم مرخصة الأرقاب لراحت البنت الحشيم مهبوله بيوم به الخفرات يرمنا الأنساب ومن هون بيوم به الخفرات يرمنا الأسلاب ومن هول هالممرور يفقد ذهوله وعدت فلي للنواميس كساب مكرم عنها الرخوم مخذوله واختام ما قلته بعد فحص وعراب سلامة تكسي عرضه وطوره سلامة السامعين. صح لسانك أبو مفلح. حفلنا الكريم كلما اتسعت الرؤية وضاقت العبارة هبت نسائم الفرح معلنة انطلاقة سعيدة في سماء دنيانا ولكن للأرض خمائل وردية في حقول العطر تنطلق معها نفحات الفرح وتهب منها نسمات الخزامى محملة بريح العنبر والعود من الشاعر سفر بن سلوم الهيلوم العتيبي فليتفضل. الله لا يهينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم جميع. عند أخوي أحمد والله يبارك له إن شاء الله ويجعل زواجه مبروك وإلى حياة سعيدة. أنا والله ما سويت قصيدة في هذه المناسبة، عندي قصيدة قديمة. فأحمد وأحمد يستاهل وفعله يرفع رؤوسنا كلنا ويرفع رأس كل طيب. يقول سلام يا أحمد عد ما بديت وأخفيت مما قلوب الغانمين تهويله جاني صدى فعل فعلته وغنيت قاف فعوله الأشيم تستويله جاني صدى فعل فعلته وغنيت قاف فعوله الأشيم تستويله عما لمست من الأجانيب ووحيت ورع الجمايل يستحق الجميلة الله يبيض وجه من يكسب الصيت ويكسب ربعه وكل القبيلة لا هنتو الله يبيض وجه من يكسب الصيت ويكسبه ربعه وكل القبيلة هذاك في هالبيت يسوى مية بيت وفعله يبيض وجه من ينتميله تبقى يا ابو راكان وانجزت وبديت علم براس الطائلة ينبديله حليت في مكة والأسعار واغليت سعر الحشو والكيف بنه وهيله وكافحت في درب المراجل وعديت للجزلها العليا براس الطويلة حليت في مكة والأسعار واغليت سعر الحشو والكيف بنه وهيله وكافحت في درب المراجل وعديت للجزلها العليا براس الطويلة وليانص ربعك مواجيب كفيت غصن ظليل ومشجرة ظليلة عوضتنا في شدتك يوم شديت بفعل صناديد الرجال تعديله شدته من الديرة المكة عوضتنا في شدتك يوم شديت بفعل صناديد الرجال تعديله ولا هي غريبة يا قمر يوم طليت مع مشرقك والسيل يتبع مسيله مثبت لك ماضي الفعل تثبيت من اللي صفاته في زمننا قليلة مثبت لك ماضي الفعل تثبيت في من اللي صفاته في زمننا قليلة عود عساه بجنة الخلد يا ليت ويلا عسى من طاب منا سبيله عود عساه بجنة الخلد يا ليت ويلا عسى من طاب منا سبيله
وعود عساله طولة العمر يا ليت، عرف يحل الصعبة المستحيلة، وانت منازلهم مكانك وحليت في منزل أصحاب السلوم الأصيلة. يا مان الشفريقي وبأحمد تعزويت، واسقظ ما كبدي سحابه وسيله، في كل قلب محب الإحسان لك بيت، مستوطن به ما تروح وتقيله، لكن على قلبي ولا يوم مريت، وشلون فيه تمر انت نزيله. في كل قلب محب الإحسان لك بيت، مستوطن به ما تروح وتقيله، لكن على قلبي ولا يوم مريت، وشلون فيه تمر وانت نزيله. واستغفر الله كان زليت واخطيت في وصف، وانا مقصدي ليزيله. وسلامتكم. صح لسانك ابو سلوم، يستاهل بركان. حفلنا الكريم ها هي لحظة الفرح، ترسم لنا أحلى الدروب في سماء الود، لتفجر لنا عبير الورد، وننشر الكلمات في بحور القوافي الجزلة، ومع كرنفال البهجة وصاحب الصوت الندي واللحن الشجي الشاعر حامد بن حمدي السنان النفيعي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساكم جميع. نهني عريس الليلة الشيخ أحمد بن مستور الهيلوم مناسبة زواجه، ونسأل الله له التوفيق. النحاوي وأخوي سفر أمتعونا قصيدة للقاء، وأنا بغير للجمهور شوية بشيلة بعض الأبيات. يا لاله يا لاله يا لاله يا لالال، يا لاله يا لاله يا لاله يا لالال، والله بعض المواقف ما فيها عذار، تجبر الرجال يقف مع عزة واحترام، وقفة لأجل المطالق واجب وافتخار، ما يجوز العذر فيها علي بالحرام. بعد جتني دعوة أحمد وحثت المسار، جيت في حشمة كريم دعاني للمقام. يا سلام الله سلام، شمس النهار من طلق دين ومحبة نبادر بالسلام. بارك الله فيها للحفل وطول العمار، الكرام اللي تسلسل من عمق الكرام، الوفا بين الرياجيل شيخ له وقام، تمام. يا أحمد الهيلوم يا ناس لوافنا الحرار، يا حفيد أهل المواقف صليبنا العظام، عزوتي لدى النفيع متيهت البكار، يوم دورة الليالي وثورة العسام. عاشق لهن عزوتي لدى النفيع متيهت البكار، يوم دورة الليالي وثورة العسام، لابت يوم الملاقم واقف أكبر في ذراهبتهم الدار تمن والجهام، في ذراهم يا من ادخل ومجلى وجار، دونه سلوم القبائل ومصقول الحسام، لابت لضيوفها طيب ومقند بهار، محزم من دون المواجب حيك من حزام.
دون قصر فيها لا طيب في كل الديار من يهض محبوق الأجواد يقفها الملام نحمد اللي فوق خلقه نعيم في ازدهار الكريم اللي لها الملك كله والدوام واللي في قلوب الخلايق بشرعه لين صار كل مسلم يحسب حساب حله والحرام في بلاد المجد والعز واصحاب القرار نلبس دروع البطولة وننعم بالنظام في ذرى صقر العروبة عسى عمره مجار من صواديف الليالي وزرقة السهام في ذرى صقر العروبة عسى عمره مجار من صواديف الليالي وزرقة السهام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسان الشاعر حامد بن حمدي بيض الله وجهه. ضيوفنا الأعزاء تقف له كبار الكلمات لتحمل ضخامة المعاني فنحلق معه على ذلك الشاطئ البعيد ونرشف من ذلك النهر البعيد لتسمو نفوسنا بمعنى الشعر الحقيقي من الشاعر بادي بن شجاع النفيعي العتيبي فليتفضل. مساكم الله بالخير. أول حاجة أن أحمد أخوي، يعني لو رديت في أخوي ما أعرف مستغرب، يقول الرجال يرد في أخوه، مش ما في شيء غريب يعني. الشيء الثاني ماني براد نجزل مما قاله الربع اللي قدامي. أنا أغلى ما عندي بعد عبادة الله ووطني قبيلتي، وأقرب ما لقلبي القصيدة اللي في قبيلتي. يا الله يا منشي حقوق المخايل، جرني من النار وحرارة لهبها ما دمت حي آفي بقول وفعايل وعني على نفسي بدينك ودبها ولا من كل قال قايل وقايل وقال وتفضل عندك علوم جبها أعن يبدع من جزيل المثايل ما يطرب سموع الرجال وعجبها وليعز وتراسيبها دوم طايل توفي مطالبي وأنا في طلبها قبيل تنيطيبها في القبائل يدرب وقفتها ويدرى غضبها لدى انفاعي كاسبين الجمايل يشهد لهم من ساحل الشرق لبها قبيل تنيطيبها في القبائل يدرب وقفتها ويدرى غضبها لدى انفاعي كاسبين الجمايل يشهد لهم من ساحل الشرق لبها وقت المخاصم والحيل والمحايل فكاك تلي ما تطلق انشبها يوم القبايل قوم صايل وجايل ونرى الفتن روس النشامة حطبها فوق الأصايل برها فالصقايل ودهم الفرنج اللي سريع الندبها يا مرملة وعن دارهم من حلايل ومن شافع ليمانهم ما قربها يا مرملة وعن دارهم من حلايل ومن شافع ليمانهم ما قربها يثنون دون معبسات الشمايل تامن مصاغير الجهام وجنبها من غير قاصر في كرام السبايل منقص وزاع الناس ولا هزبها الطيب كيل وفعل الطيب كايل والطيبة من حظ رجل انكسبها وقت مضى زالت عليها الزوايل لعادت الفتنة ووقت انجلبها قل وجهل وشداد الأمن امتمايل والناس تبلى الناس لين تغصبها قل وجهل وشداد الأمن امتمايل والناس تبلى الناس لين تغصبها قدام أبو تركي يشد الرحايل يكرب بطن أم الشداد وحقبها بحكمة وعزم وراس يابس بلايل لما تجي ولا يموت بسببها قال الخلا يمدورين البدايل معشوقتي تحرم على من خطبها قال الخلا يمدورين البدايل معشوقتي تحرم على من خطبها عسى في ظل الغروس الظلايل في جنة الفردوس يقطف عنبها خلى الحياة تندفن في المسايل وترد سمن يابها في ذنبها وحكم شرع الله على كل عايل وعصات روس القوم طوع صعبها حكم شرع الله على كل عايل وعصات روس القوم طوع صعبها
بالدين والنهج السوي والدلائل ألف شعوب كان شتى شعبها لين أصبحوا عقب العداوة خلايل والدار محشومة وضاف سلبها دار تخصصها الولي بالفضايل وحنا بعد والشكر له خصنا بها مهبط ملايك تسمى بالرسايل والمصطفى منها وحنا عربها حاضوا عليها يا عيال الحمايل عقيدة الإسلام محد غلبها والهون زاله للقرون الأوايل والناس لما خافت الله نكبها الهون زاله للقرون الأوايل والناس لما خافت الله نكبها يبين التحليل فرق الفصايل وتحت تتجربة يبين جربها عن العداء وأهل القلوب العلايل خلوا وطنكم عين وأنتم هدبها وسلامتكم. سبحان من لا قال للشي كن كان نسجد الوجه خيفة من عذابه النقص والنسيان من طبع الإنسان المسعد اللي توبته مستجابه من يغرس الشجرة جنى ثمر الأغصان والمحتسب يجنى الأجر والمثابة والجود ما يشرى وينبع بثمان من عند رب الجود ياتي وهابه رجال لو ماله ملايين ما بان ورجال ماله بالمكارم رقابه وأهل الوفا بالطيب داين ومندان ويستاهل المعروف رجل ثنابه أهل الوفا بالطيب داين ومندان يستاهل المعروف رجل ثنابه والمعرفة التوفيد والفعل برهان والسيف فعل ذبابته من قضابه والسيف فعل ذبابته من قضابه والمرجلة ما هي بالفلان وفلان سوقن لكل الناس مفتوح بابه المرجلة ما هي بالفلان وفلان سوقن لكل الناس مفتوح بابه وللفكر صيد وللقوى صيد ميدان وللصيد قنص وحوز والرمي صابه وهزل القصيد هزال واسمان هسمان احد اعتلاب فوق واحد انتحابه لو اشتبه بعض القوافي والاوزان بصمات شرد ندره ما تشابه والشعر انا وياه منظار يا اخوان ضم خفوقي واحضنه واعتنابه شعر ما هو بالقوم يا ليل يدان عن العبث صنته وزين تدابه اليا دعيته للمواجيب لهان معباد عين القيل يحسب حسابه اليا دعيته للمواجيب لهان معباد عين القيل يحسب حسابه وان قمت به قدام ذربين الايمان سيف نتنوم السلته من جرابه من عصر في جوه مخايل وربان ينشي سحابه والهبوب تحدابه يوم العيون الساليه نوم هزان تصاهلت خيله وحنت رتابه يوم العيون السالية نوم هزان تصاهلت خيله وحنت رتابه بالمفردات اللي يشدن الأذهان تصغيلهن سموع رعى اللبابة غزايزن يسوقهن مطرق البان ويقودهن ممدوح ربعي اعتابه قوم لهم في قمة المجد عنوان خابت على اللي مجدهم ما درابه يجزو الرعى الصاع بالصاع مليان فالسلم ولا فيقسه والحرابة يوم الفتن يرقص لها كل شيطان على أعداهم شرهم يندعابه باللي يقص الراس من فوق الأمتان معطش دم عادي شرابه وملا السنات تودع السدر بيبان اللي تنوشه ما يعالج صوابه وبعد القبايل صاروا أحباب وإخوان حصن مني عض اللبه والذرابه برقة وروق مرجحت كل ميزان أهل المكانات الأعلى والمهابة سلامة الجميع. بيض الله وجه الشاعر الكبير بادي من شجاع النفيعي. حفلنا الكريم قد تكون الأشجار أجمل شيء في الغابة وقد تكون اللؤلؤة أنقى شيء في البحر وقد تكون قطرة الندى أصفى شيء في الوجود مع مشاركة من الشاعر فلحان بن سعيد المقاطي فليتفضل. مساكم الله بالخير جميعاً. نبارك للشيخ أحمد مستور ونقول ألف مبروك والمشاركة بيتين أعذرونا فيها لو كان يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 وصلى الله على الهادي محمد سلام الله سلام نبتدي به على شيخ دعانا من عتيبه وجينا حش
شمته ما هي غريبة، وصلى الله على الهادي محمد. دعانا ثم جينا واحتدانا على شيخ بسامينا دعانا، تشرفنا بعد خطه لفانا، وصلى الله على الهادي محمد. باسم ربعي مقاطع قف وشارك، وانا لي الشرف حاضر وبارك لشيخ في علوم الطيب دارك، وصلى الله على الهادي محمد. هذا الهيلوم كساب الجميله، عتيبي ينوم سله قبيله، لياجات المواقف الثقيله، وصلى الله على الهادي محمد. وربعه ربعنا قوم الجمايل، هل الحايل وتلطم كل عايل، عتبه دون قصر في القبايل، وصلى الله على الهادي محمد. وختم القول يا الله يا كريمي، تقديني على الراي الحكيمي، يقول شاعر ما هو غشيمي، وصلى الله على الهادي محمد. سلامتك. صح لسانك، بيض الله وجهك. أما الآن مع مشاركة من الشاعر عمر بن سلطان بن بريكان البقيمي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة قبيلة عتيبة الهيلة غنية عن التعريف، ويربطنا حنا فيهم قبائل البقوم عدة روابط، منها النسب والجوار والعلوم الغانمة. وحقيقة أنا جاي من زواج أحد الزملاء عصيمي ومشارك فيه بقصيدة، والهيلوم عزيز وفي نفس الوقت مشاركين، والقصيدة كلها تصب في إنان واحد في عتيبة الهيلة. وقبل فترة جمعتني مناسبة مع الضيط وبلعلة، وعزمت الضيط قال ماني بجاي، قلت أنا بجيك، وجيته وهو من الرجال اللي فيهم خير، وأبلعلة وابن حميد كلهم لهم عزيمة في الشهر القادم. أنا أبلغ على أحمد الهيلوم، والدعوة بتكون عامة، والله يعافيكم. هذه القصيدة يقول: سلام يا محبل هل الجود والطيب، حلت رجال المرجلة من عتيبة، قبيلة جليلة من مصاليب، هوازن العرب القدوم العريبة، إلها ثقل لا شك جملة وتركيب، قبيلة يشهد لها الله مصيبة، ويا بن خلف يلي تسد المواجيب، كل على مقيل حظه نصيبه، كملت واللي يكملون المواجيب شرواك يا المنعور، ما هي غريبة من روس قطمان المحازم بلا ريب، لا فيها لا شكة ولا فيها ريبة، ربعك هلا العطفة الصفة الغثريب اللي يصفون المشاريب المشارب غصيبة، من جمع برق اللي لهم فالكتاتيب تاريخ مجد بنجد، كلنا دريبها يوم الزمان مشلها بن عسر، وتعيب يوم كلنا مكتبه من نصيبه، حي النسب وانت عريب المناسيب، جدك وابوك لك خوال النجيب، ألا تقواد النشام الكتاتيب ترخ لهم تاريخ فخر وطيبه، من البقوم وللمراجل معازيب يوم الحريب تشوف عينه حريبه، على الفخر حنا هل الفطر تشيب نسوقها يم الديار العشيبة، نرعبها قفر بدار الأجانيب،
لمال عشب في طوارف شعيب احنا البقوم اللي يلقرنا المشاعيب روس العناد اللي تعاند حريبها وحنا البقوم ولا نجي منزل العيب وحنا البقوم وكل علم نجيب ويا ابو خلف جينا بلي مناديب حفلك يشرف مع قبائل عتيب حنا خوالك حنا خوالك لدعنا الهناديب وانت كفو وقول ما هي غريبه على ابن خطيب في حضرة الطيب اللي تطيب الروح من طيب طيبه والله يعز المملكة والمعازيب على السعود مملكتنا الحبيبة في دولتنا قيادها والمناصيب تحكم كتاب الله وسنة حبيبة تم الكلام محفل الجود والطيب حلة رجال المرجلة من عتيبه عتيبه الهيلة هل الفطر الشيب قبيلتم في مملكتنا الحبيبة لها ثقل مثل الجبال الشناخيب نعم وجل من دون شكة وريبة وفي حفلة الهيلوم حاضر وبجيب بجيب زون زين القول وبابتديبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة من الأخ أحمد القصيدة حق بال بيض الله وجهك صح لسانك بيض الله وجهك. حفلنا الكريم الشاعر عبد اللطيف بن زيد السلمي إبداع شعري أبيات جزلة حضور رائع له مشاركاته الخاصة والعامة على الساحة الشعرية فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نبارك الشيخ أحمد ونقول له بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. بديت باسم الواحد القيوم اسم عظيم الشان نبداب والشكر له في كل ليل ويوم فضله علينا محصي حسابه سلام ردية على الهيلوم أحمد ولد مستور وأقراب حنا حضرنا الموعد المرسوم موعد زواج أحمد حضرنا به مبروك له عداد وبلوسوم عسى الفرح يهنى ويهنى به مبروك لك يا قرم يا زيزوم يلي بفعله شرف عتابه أحمد طويل ذراع قرم قروم من دون ضيفه ما قفل الباب. مبروك لك عداد وبلوسوم عسى الفرح يهنى وتهنى به مبروك لك يا قرم يا زيزوم يلي بفعل الشرف اعتابه أحمد طويل ذراع قرم قروم من دون ضيفه ما قفل بابه وإن كان صارت فالعلوم علوم يفعل جزيل الفعل ما هابه والنعم به عداد طلع نجوم والنعم بربوعه وبنسابه وثني تحياتي على سلوم رفيق دربي مكرم أصحاب كريم سبلة طيب ومحشوم والطيب لا يقبه ويزهابه ولا دمي ما له عن المقسوم يصيبه مخطاه ما صابه صلوا على نبينا المعصوم صلاة فيها المسك وطيابه سلامتكم جميعا. بيض الله وجه الشاعر عبد اللطيف بن زيد السلمي. الشاعر سعد الله بن حامد السلمي شاعر يبدع ثم يجعلك تستمتع حضور جميل تنوع فريد كذا يزداد في عبق التاريخ عمقا وفي أصالة الشعر تذوقا فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نهني أخي أحمد بزواجه وأقول لك مقال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. حقيقة هي أبيات وليس قصيدة لأن أحمد ما بلغنا والله إلا متأخرين في البرنامج. يقول بدينا باسمه به نستعينا عظيم الملك رب العالمين إله ما سجدنا إلا لوجهه صلينا وصمنا واستعينا. بدينا باسمه به نستعينا عظيم الملك رب العالمين إله ما سجدنا إلا لوجهه
وصلينا وصمنا واستعينا، وعد قوم الكفر نار تلظى، وجنات ونهر للمتقين، لها الحمد ولها الشكر المعظم، وسبحانه ملاذ الخائفين. لها الحمد ولها الشكر المعظم، وسبحانه ملاذ الخائفين. بعدها يا سلام الله عليكم، عدد ما الهم ما للغشينا، على الهيلوم وضيوفه وربعه وكل اللي بحفله حاضرين. حضرنا لأحمد الليله مبارك، مبارك للوفي درب اليمين. على الهيلوم وضيوفه وربعه وكل اللي بحفله حاضرين. حضرنا لأحمد الليله مبارك، مبارك للوفي درب اليمين. عسى التوفيق فالف في حياته وفاخرته مع اللي صالحين. حكيم الراي راع الوجه الابيض، شجيع ما قف حصن حصينا. اللي عدوا رياجيل الشجاعه مكانه في صفوف الاولين، واللي عدوا رياجيل المعرفه مع اهل العرف ومن المصلحين. واللي ذكر الكرم هداج تيمه بالشبود كل الواردين. حكيم الراي راع الوجه الابيض، شجيع بما قف حصن حصينا. اللي عدوا رياجيل الشجاعه مكانه في صفوف الاولين، واللي عدوا رياجيل المعرفه من اهل العرف واللي مصلحينا. واللي ذكر الكرم هداج تيمه يبل كبود كل الواردين. هذا الهيلوم لاصحابه وربعه وجيرانه تم الضلع الزبينه، انفاعي من هالطلاع تابها من الهيل الرجال الغانمين. ما عليكم زود. هذا الهيلوم لاصحابه وربعه وجيران تسمى الضلع الزبينه، انفاعي من هالطلاع تابه من الهيله الرجال الغانمين. هل الامجاد والفعل المشرف وهل النخوه وكيد المعتدين. رياجيل الكرم واهل الشجاعه ما تدحم غير بالجنب المتينه، ومكاسبهم اللي اجت المكاسب عظام المال مزرعه الحنين. هل الامجاد والفعل المشرف وهل النخوه وكيد المعتدين. رياجيل الكرم واهل الشجاعه ما تدحم غير بالجنب المتينه، ومكاسبهم اللي اجت المكاسب عظام المال مزرعه الحنينه. يقول الشاعر السلمان ربعه، هل الامجاد من ماضى السنين. نعز الجار ونعز اصدقانا، وعلم المنزب انه ينتخينا. ما عليكم زود. يقول الشاعر السلمان ربعه، هل الامجاد من ماضى السنين. نعز الجار ونعز اصدقانا، وعز المنزب انه ينتخينا. وخوي الجنب لا والله مقدر، اللي منه وفى معنا وفينا، علشانه الرخص كل غالي، نعده مثل واحد من حدينا. قبيله فعلها عز وكرامه، بفضل الله نتلى ما تلينا. وقبائل مملكتنا كل ابوهم، ونعم من العصور الاولين. وصلى الله وش على محمد شفيع الخلق، صلوا نبي الله خير المرسلين. وسلم. صح لسانك، بيض الله وجهك. الشاعر سلطان بن مريع المقاطي معه نسمع ونستمتع فقط، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع، وألف مبروك للشيخ أحمد بن مستور الهيلوم، والله يوفق الخير. كما أقدم اعتذار أخوي الشيخ ذيب بن مريع المقاطي لعدم حضوره، وبهذه المناسبة أقدم بطاقة شكر للأخ العزيز والشيخ أحمد الزيلوي. يا فكر حلق فالفضة واكسر الحوم، واطلق سبوق اللي على الجزل ضاري، له مده اليا هامة وده يهوم، يا بالمقام اللي يرد اعتباري. يا رب يا رب لك الحمد ماني بمحروم، دام القريحة جاهزة للطواري. سلام سلام وارحب، وانا اليوم ملزوم، ومقافي بن عمي
وميقاف ابن عمي يشرف وماري احمد ولد مستور نغزي بهالقوم احمد ولد مستور نغزي بهالقوم لمن كل قام باسمه ماري شيخ على الطالات راهي وعزوم حل الكبار المعضلات الجواري ميراد حق يصدر خصوم وخصوم حكيم راي وفدعاوي مهاري على المراجل معتزي شامر كموم على المراجل معتزي شامر كموم ويذب عن جنبه كبار الشباري اي والله انك كفو يا الهيلوم وراسك مزعزعته هبوب الذواري من لابت والنعم مقسومهم دوم لا دنفاعي ما لحقهم مزاري رجالهم بالطيب والعرف شغموم وعلى المراجل منتحي وانتحاري يطيبهم طيبال لحقك علوم والله لتصبح والسعد لك يباري واختامها بالطيب والعود مختوم وصلوا على خير البشر خير قاري سلامتكم. حفلنا الكريم تكريم خاص للشيخ أحمد بن مستور الهيلوم العتيبي مقدم من بدر بن مطلق الغراهيد وهو عبارة عن رشاش مذهب. كذلك هدية مقدمة من الشيخ بجاد بن سلطان البقمي وهي عبارة عن مصحف مذهب وسيف مذهب. ننوه حضورنا الكرام عن وجود محاورة بعد العشاء بإذن الله ويقدمها الشعراء محمد العازمي والشاعر حامد القارحي الشاعر وصل العضياني والشاعر عبد الله الطويرقي والشاعر علي العضياني والشاعر عبد الله العلاوة. أخيرا دائما كونوا سعداء ليس لأن الدنيا مليئة بالأمور التي تسعدكم بل لأن ابتسامتكم قد تكون سبباً لسعادة الآخرين. مرن عضلة قلبك على كثرة التسامح، جرب أن تملأ قلبك بالمحبة، فلو استطعت أن تحب الناس جميعاً فلن تشعر أن قلبك ضاق بهم، بل ستشعر بأنه يتسع كلما وفد عليه ضيف جديد. تعلمت بأن النجاح ثمرة الاجتهاد، والسعادة ثمن الإخلاص، والتوكل على الله ثمن الرضا، والتسامح والتضحية طريق للتفاهم والمحبة. ختاماً، اللهم اكتب لنا الخير حيث كان، وارزقنا الرضا بما يكون، والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحياتي أنا أخوكم الإعلامي فواز بن هلال النفيع العتيبي، ونقول لفارس هذا المساء ألف ألف مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحمد الهيلوم حي ذاك الأجناب النادر اللي فر يجيله لا راعى الدلال الصفر وصحون الأشباب ما قلت غير واجد اللي يقوله قولت نعم تهدى الفكاك الأنشاب.